أنا بسم الله إن شاء الله مكملين مع بعض سلسلة تعلموا أولادكم البرمجة. إحنا بدأنا بأسهل لغة برمجة ممكن تلاقيها، مش محتاج إن أنت تحفظ أكواد خالص، لغة اسمها سكراتش. دي لغة يعني برمجة بواسطة إن أنت تشوف الأداة اللي أنت عايزها وتروح حاططها، برمجة مرئية من غير ما تكتب أكواد، بحيث بس إن أنت تفهم فكرة البرمجة وتفهم إزاي إيه الحاجات دي اسمها البرمجة بدون كود. فدي بتبقى سهلة جدا الواحد يفهم منها الكونسبت بتاعت البرامج، وبعد كده بيبدأ يتعلم لغة سهلة زي لغة البايثون. بعد كده ممكن مثلا عايز يبرمج موبايلات يبدأ يدور على مثلا الجافا أو السي شارب، يبدأ يشوف هو عايز يتخصص فيه. فخلونا نبدأ نشوف حاجة لذيذة المرة دي، زي مثلا هرسم مستطيل. دلوقتي أنا عشان أرسم مستطيل لازم أبدأ أقول له أنا عايز أستخدم البن. باجي هنا في أدوات البن بلاقي فيه بعض الأدوات كويسة، كلير ده لو أنا عايز أمسح، فرض ان انا رسمت حاجه. بين داون يبقى انا بحط القلم عشان ابدا ارسم، بين اب برفع القلم بتاعي. طب خلينا بين داون، هقول له انا عايز ارسم حركه، هقول له اتحرك لي مثلا. لو قلت له اتحرك 10 خطوات هيرسم بس في شيبان، تمام؟ فانا عشان يبان معايا هقول له ارسم لي 100 خطوه، تمام؟ واقول له بعد كده اتحرك لي بزاويه 90، تمام. انا اشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي، اهو بدأ يتحرك وايه خد الزاويه بتاعت اللي هي 90. طيب لو انا كررت الاداه ديت دوبليكيت وحطيتها هنا وبعد كده كررتها تاني دوبليكيت وحطيتها هنا وقلت له ارسم، هل ان هو اتحرك تيك 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 رسم لي 3 خطوط ديت، تمام. طيب انا دلوقتي قعدت اكرر نفس الاوامر دي كذا مره، فانا ممكن عايز اسهل على نفسي شويه ان انا اقول له انا عايز اعمل ايه، اعمل تكرار للحاجه، تمام. طيب الحاجه دي انا عايز اكررها كم مره، انا عايز ارسم 4 خطوط، فاقول له ارسم لي 4 خطوط. طيب الحركه بتاعتي هبدا اخد دول اسحب دول واحطهم هنا، وابدا اخد القط ده مثلا احطه هنا واقول له ابدا ارسم، فلاقي ان هو رسم لي المربع، تمام. طبعا انت ممكن تبدا ترسم اشكال كتيره بتفاصيل اكتر من كده، بس ده كمثال. طيب تعالى نروح للبن مثلا نبدا نشوف ايه اللي موجود. هلاقي ان انا ممكن اقول له غير لي اللون، ماشي. انا اقول له مثلا خلي اللون الكلر، تعال نشوف كده هيبقى عامل ازاي. خلينا نمسح واقول له ابدا ارسم. طيب بدل 10 دوت خليه 2، تمام. طيب خلينا نختار لون غير الازرق، بلت لون اهو، خليت مثلا اللون دوت، هقول له كلير امسح ابدا ارسم فرسم لي باللون دوت، تمام. ممكن في الموشن ابدا ادخل، ده امر كويس جدا لو اصطدمت بالحافه ارجع على طول بحيث لو رسم بره الحافه، تمام. ممكن نحطه مش هيخسر. في اوامر كتير هنبدا نشرحها، زي مثلا ان انا اروح لاكس معين وواي معين، تمام. المنظر بتاعي، هل الشكل ده، هل القط ده انا عايز اشوفه ولا لا، ممكن اقول له هايد لف وبعد كده عمل له هايد، عمل اخفاء للوت اللي شكله جميل دوت، شو زرولي. فده من ضمن الاوامر اللي احنا ممكن نحب ان احنا نستخدمها، تمام. ممكن اضيف صوت، اسف لو انا حطيت الصوت ده تحت يبقى انا هسمعه مره واحده، تمام. ممكن اروح احط الصوت ده هنا بحيث كل ما ينفذ الحركه والترن ويعمل ريبيت تكرار تسمع الصوت، يعني المفروض تسمع الصوت 4 مرات، تمام. اخوك